جائزة وشي؟ الجائزة 3 كوبونات لفائز واحد فقط. وعندنا مبادرة لجمهورنا الوفي، دائما يتصلون ولا يحالفهم الحظ، صحيح، في الاتصال ويشاركوننا، وإحنا ما وصلنا لهذا المكان ولا وصلنا إلا بعد الله سبحانه وتعالى ثم هذا الجمهور الوفي. مبادرة منا بإذن الله أنهم نسحب كذلك على السيارات في الهاشتاج اليوم وبكرة وبعده، يدخلون بعد ما نسحب للجائزة 3 كوبونات لفائز واحد، السحب الثاني يكون من أحد الآباء إن شاء الله يدخل في سحب السيارات بإذن الله. ما شاء الله. أعد الآن بنسحب للفائز فيه السحب الأول على ما هو عليه على السنة الثانية للهجرة، وكذلك في السنة الثانية للهجرة بنسحب السحب الثاني يدخل في السحب، يدخل في سحب السيارات. بقي سيارة واحدة بقي سيارة واحدة، فالله الله الآن يا جمهور ما السيارة اللي موجودة أمامهم بدون فالإعادة وفيها إفادة. السحب الثاني يكون على السيارة، طيب، اللي اتصلوا ولا وجدوا رد وزحمة الاتصالات نفتح لهم في مجلس الآباء أن نسحب لهم السحب الثاني يكون داخل في سحب السيارة. جزاهم الله خير، همتكم الأشتاك في آخر إن شاء الله الحلقة نسحب. جزاك الله خير يا وإياك إن شاء الله، يعني بنسحب على 3 أشخاص نعم، اليوم وبكرة وبعده للسيارة، للسيارة غير 3 كوبونات. جميل جميل جميل. سم، وهذه السيارات اللي بقت هذه بقى واحدة صح من ذي؟ اي نعم. اسلام يا ابو نايف ان شاء الله. وفي مجلس الاباء والاباء ما شفنا لهم شيء. ابو نايف يستاهل. شايف الاباء ما شفنا لهم شيء. ابو نايف هو يحرج على نفسه. ابو نايف لا لا هينا البرنامج الجاي البرنامج الجاي ان شاء الله ان الله احيانا وياكم. يا رجال احنا نبى العشاء الليله ما ننتظر بكره. ما يخالف.